18,000 لقاح دخلت الغوطة الشرقية مؤخراً، والتي تلبي احتياجات 40% من أطفال الغوطة، حيث يبلغ عدد الأطفال المحتاجين لهذه اللقاحات حوالي 50,000، ما يشكل نقصا حادا في هذه اللقاحات، وذلك بسبب منع النظام دخول لقاحات الخماسي والسداسي، وهي لقاحات خاصة بالأطفال ذوي أعمار 3 أشهر و5 أشهر و7 أشهر، الأمر الذي دفع بالأطباء التحذير من كارثة مرضية أبرزها شلل الأطفال. حملة لقاح اللي دخلت من حوالي أسبوع تقريبا الغوطة الشرقية كانت عبارة عن لقاح حديث الإرادة، هو الكبد والسل، ولقاح الام ام ار اللي هو للسنه والسنه ونص. اما لقاح الخماسي والسداسي اللي هو لعمر 3 شهور و5 شهور و7 شهور لم يتم ادخاله ابدا، والكميه المدخله حوالي هي غطت حوالي 40% فقط من اطفال الغوطه. يعني وفي كثير نقص باللقاحات، يعني وهل الحمله هي بحاجه استمراريه اكثر للامام، لانه لا تكفي مره واحده، هو لقاح متعدد، لا يكفي فقط اعطاء لقاح واحد. أطباء الغوطة الشرقية أكدوا أنهم بحاجة لجميع اللقاحات بشكل دوري كاللقاح الثلاثي والخماسي والسباعي، إضافة للقاح شلل الأطفال والحصبة والكبد والشلل الفموي والسل. وهذه اللقاحات لا يمكن تخزينها في الغوطة الشرقية لعدم توفر الكهرباء، حيث تقوم جميع المراكز الطبية باستخدام كل اللقاحات التي يدخلها الهلال الأحمر خلال أسبوع قبل أن تتلف، إضافة أن هناك لقاحات يجب إعطاؤها للأطفال بشكل دوري كالحصبة والشلل الفموي، فإعطاء هذه اللقاحات بشكل غير دوري سيؤدي إلى تلاشي مفعولها وعدم تأثيرها في حماية الأطفال. هي حملة اللقاحات الأولى بالغوطة من 7 أشهر إلى الآن. الحمد لله دخلونا اللقاحات، بس هي ما بتكفي أكثر من 40% من أطفال الغوطة، وما عم تأمن الاستمرارية للقاحات. يعني نحن بصير عنا أعداد كبيرة من أطفال متسربين، خصوصي مع تأخر دخول اللقاحات والفترات الطويلة اللي عم تأخر فيها دخول اللقاحات للغوطة الشرقية. يذكر أن المرة الأخيرة التي يدخل فيها الهلال الأحمر لتوزيع اللقاحات على أطفال الغوطة كانت قبل 7 أشهر، حيث لم تعطى اللقاحات إلا لربع من يحتاجها من الأطفال بسبب منع النظام دخول أي لقاحات إلى الغوطة الشرقية، الأمر الذي دفع الأطباء لدق ناقوس الخطر بسبب إصابة عدة أطفال بأمراض تم انقراضها قبل عقود. بعد 7 أشهر من منع النظام دخول أي لقاحات إلى الغوطة الشرقية، تمكن الهلال الأحمر الدولي من إدخال جزء بسيط منها، وفي حال استمر النظام في منع دخولها، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بين الأطفال. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق.